السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. دلوقتي احنا هنتكلم عن طريقة فعالة جدا لزيادة حجم البيضة. ناس كتيرة جدا عندها طيور، والطيور دي بتبيض البيض يكون حجمه صغير، البيضة صغيرة، والبيضة الصغيرة دي مش بتنفع في الأكل ولا بتنفع كمان في الترقيد. طيب ايه السبب اللي وراء الموضوع ده، وازاي نعالجه بطريقة طبيعية ومن البيت؟ ده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة بمنتهى التفصيل. لكن قبل اي حاجة، اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. موضوع حجم البيضة ده يا جماعة له اسباب مختلفة ومتعددة. في فرخة هي تكوينها الجسماني كده، هي قدراتها كده، ما تقدرش تقول ان هي مريضة او عندها مشكلة مرضية او عندها نقص في اكل معين او فيتامينات معينة او عناصر غذائية معينة. هي حجمها صغير، فبالتالي بتبيض البيض يبقى صغير، وده احنا مرينا بيه كتير جدا. فراخ بياضة تمام، وبضت كمان بدري، يعني ما بضتش متأخر ولا اي حاجة، ما عندهاش اي مشكلة في المناعة ولا مشاكل في الامراض ولا نقص في العناصر الغذائية، بتاكل كويس، شهيتها مفتوحة، نشيطة، بتتحرك، بس هي نفسها حجمها صغير. الفرخة لما يكون حجمها صغير كل اعضائها وكل حتة في جسمها بتبقى صغيرة. كذلك برضو ايه بيبقى صغير؟ عنقود البيض، عنقود البيض والتجويف اللي بيكبر وينمو فيه عنقود البيض. حلو. فبما ان اصلا عنقود البيض عندها صغير وهي صغيرة، فالانتاج بتاعها هيبقى صغير وحجم البيضة هيبقى متأثر بالموضوع ده. ممكن تبقى فرخة صغيرة في الحجم والبيض بتاعها كبير، ممكن طبعا، عادي جدا ممكن يعني، بس طبعا ده حالات، ويعني حسب الحالة وحسب الفرخة نفسها. فساعات بتبقى البيضة صغيرة بسبب ان الفرخة نفسها حجمها صغير او انتاجها كده بشكل مستمر. ساعتها حضرتك مش هتعرف تتعامل مع الفرخة دي، والبيض بتاعها هيفضل صغير على طول، مش هتعرف تحلها. انما بقى الغالبية العظمى من المشكلة دي بتحصل عند المربيين بسبب ايه؟ بسبب ان هما مش بيربوا الطيور صح. في مشاكل في التربية، في نقص في العناصر الغذائية. يعني ايه العناصر الغذائية اللي المفروض تدخل جسم الطائر فنخلي الفرخة من دول تبيض البيض حجمه كبير؟ ايه الموضوع؟ بسيط خالص، ان حضرتك لازم تاخد بالك من اول حاجة البروتين، نسبة البروتين تمام. لازم حضرتك وانت بتقدم الاكل تقدم نسبة بروتين عالية. كذلك برضو لازم تهتم بالكالسيوم. الكالسيوم مهم جدا وضروري، لان هو اللي بيكون قشرة البيض وداخل في تكوين البيضة كلها تمام. فانت لو اهتميت بالعناصر الغذائية دي، المفروض ان انت بتاخد افضل انتاج من الفرخة. لكن خد بالك بقى من حاجة مهمة جدا، ساعات بتحتاج بعض العناصر الغذائية تمام اللي مش موجودة في الاكل، وده اللي احنا جايين نضيفه النهاردة للاكل بتاعنا. حلو. الاضافة بتاعت النهاردة حاجتين هنحطهم في المية هيخلوا حجم البيضة اكبر. ده بالنسبة للفراخ اللي هي عندها مشكلة في التغذية. يعني الفرخة من دول لو عندها مشكلة في التغذية، نقص عناصر غذائية معينة، مش بتمتص الاكل كويس، مش بتحول الاكل لبيض بشكل كبير، يعني في جزء مهدر من الطاقة او من الاكل اللي بيدخل جسم الفرخة، ساعتها حضرتك ايه؟ ساعتها حضرتك هنا تقدر تتعامل مع المشكلة وتحلها. انما لو الفرخة اصلا انتاجها كده من صغرها، فمن الصعب ان انت تغير نوعية انتاجها او حجم البيضة. طيب دلوقتي احنا عندنا فراخ ساعات بتبيض البيضة صغيرة وساعات بتبيض البيضة كبيرة، ساعتها احنا لازم نتعامل معها بالاضافة دي. والاضافة بتاعتنا النهاردة عبارة عن مكونين. المكون الاول هو التمر العجوة اللي بناكله في رمضان تمام. طيب هنضيفه على ايه بقى؟ تمام، هنضيفه على ايه؟ هنضيفه على المية، لكن طبعا هيكون مع مكون اخر وهو التوم. طيب ايه المكونات بقى وايه المقادير؟ هنجيب طمرة واحدة، عجواية واحدة تمام، وثلاث فصوص من التوم. طمراية، عجواية، وثلاث فصوص من التوم، ونضربهم في الخلاط مع شوية مية لحد ما يبقوا عصير تماما. يبقوا مية، يبقوا يعني نضربهم في الخلاط لحد ما يبقوا مية تماما.
ليه؟ لان احنا هنحطهم بعد كده على المية بتاعة الشرب. الكمية اللي احنا قلناها دي بنحطها على لتر واحد من المية. طيب ليه هنستخدم التمر والثوم مع بعض؟ الثوم احنا عارفين كويس قوي انه مضاد حيوي، والمضاد الحيوي بيساعد الطيور، تمام، او الثوم ده تحديدا بيساعد الطيور على امتصاص الاكل، وبيسهل حركة الدم، وبيخلي الدم متدفق اكتر، والامتصاص بيبقى اسرع، وتحويل الانتاج او تحويل الاكل الى انتاج بيبقى اسرع. كل ده بيحصل بشكل دوري وغير متوقف لما حضرتك تعودهم على التوم، تمام. لما تعودهم على التوم ده الطائر على طول بيبقى دمه ماشي وانتاجه ماشي وعجله الانتاج ماشيه عنده بدون اي مشاكل. طيب ده بالنسبه للتوم. وبرده من الفوائد المهمه للتوم برده عشان ما ننساش، ان هو بيطرد السموم من جسم الطائر. لكن خد بالك التوم ما بيتقدمش بكميه كبيره. انا قلت لك 3 فصوص، صح؟ 3 فصوص من التوم على لتر المية مع العجواية او التمراية، ده كافي جدا، ما تكترش عن كده، لان الاكثار من كمية التوم بتؤدي الى مشاكل صعبة، مشاكل صعبة وكبيرة جدا. احنا كبني ادمين لو كترنا من التوم معدتنا بتتقلب والقولون بينتفخ وجلنا حموضة ونتعب، صح؟ كذلك برضو كذلك الطيور، الطيور بقى مش بتستحمل، الطيور ممكن الموضوع يقلب معاها بتسمم، يقلب معاها بتسمم بقى واسهالات وارتجاع، وتلاقي الطائر بيفرز افرازات من المنقار ومن عينيه، يعني الموضوع هيبقى صعب جدا. فما تقدمش كميه كبيره من التوم وانت فاكر ان هي مفيده. طيب ده بالنسبه للتوم. الناحيه التانيه بقى ايه؟ العجوه التمرايه. طبعا دي البلح ده او العجوه دي مفيده جدا علشان خاطر تطرد السموم من جسم الطائر وتحسن عمليه الهضم، ما يبقاش في مشاكل في الهضم والامتصاص، وكل ده هيؤدي في الاخر الى ايه؟ الى الاستفاده القصوى من عنصرين، البروتين والكالسيوم. البروتين والكالسيوم، حلو. كذلك برضو وانت بتقدم الحاجات دي انت بتحرق الدهون، بتحرق الدهون اللي في جسم الطائر. طيب حرق الدهون ليه علاقة بالموضوع؟ طبعا لما تحرق الدهون انت كده بتمنع تراكم الدهون عند مخرج البيض، وبتمنع تراكم الدهون عند عنقود البيض، فبيبقى في حرية لعنقود البيض ان هو يكبر وينتشر، التجويف بتاعه واسع ما فيهوش اي مشاكل طول ما انت بتحرق الدهون باستخدام التوم، حلو. فالموضوع بسيط، تستخدم التمر او العجوة دي مع التوم وتستفيد منها الاستفادة القصوى، وتستفيد من الاكل اللي بتقدمه للطيور استفادة قصوى، وان شاء الله هتاخد اكبر حجم من البيض باذن الله من الفراخ بتاعتك. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على 1,000,000,000 خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.